عندي اعشاب وتوم، عصير ليمون، عندي طماطم، كزبره خضراء، عندي ملح وفلفل وزيت او سمنه. حلو، كل الكلام ده جميل وزي الفل. يلا نشتغل، يلا نشتغل. نقول بسم الله الرحمن الرحيم كده. ادي الطاسه بتاعتي على النار، وابدا اجيب ايه اهو. ماشي، ده التوم بتاعي، نعصج اللحمه بتاعتنا، كده التوم، عندي بصلاية، ست ام يوسف. صباح الفل. صباح الهنا على عيون حضرتك يا حاجه. منور يا شيف والله. انت اللي منوره، ومنوره اسكندريه ومصر من الصبح للعصر. منورنا في اسكندريه. والله نفسي، بس المخرج بيقول لي لو اتحركت من باب الباب اللي بتاع باب محطه الحديد دي اسيبه اروح بالقطر. قال لو رحت محطه الحديد هيتقبض عليك. انت وقفت كله على دماغنا من فوق. الله يصلح حالك ويخليك لينا يا ست الكل. ربنا يخليك. صباح الهنا على عيون حضرتك. وأمريني يا ام يوسف. الامر اللي اقول لك حاجه الاول، ولا اقول اللي انا عايزاه الاول؟ نعم، اقول اللي انا عايزاه الاول، ولا اقول لك كلمه الاول؟ قولي براحتك. اقول. قولي. شوفي، انا بكل صراحه. اتفضلي. تعبنا عمره ما حس براحه غير من بعد كلام السيسي، اشهد انه اصيل بصراحه. جيشنا عظيم وبكل امانه، ومفيش فيه ظلم ولا فيه خيانه، وان وقفت قدامنا الدنيا نطمن طول ما انت معانا. الله الله العظيم. اعظم جيش في الكون، احنا معاك لو فين ما تكون. صلي على حضره النبي. كده عايز ادي اللحمه بتاعتي والبصلايه. نعم يا فندم. نعم. هستأذنكم واخد فاصل وارجع لكم تاني. اوضر المحطة واطرح اي حد. رجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل. وكده عندي ادي اللحمة المعصجة مع الطماطم اهو، مع الجمال ده كله اهو، اللي هحشي بيها الارتشوك اللي هو الخرشوف اهو. ابص بقى كده على في الفرن. صلي على النبي يا عمي. عندي حاجات بعملها المفروض اقول لحضراتكم عليها، لان ما ينفعش اشتغل صامت. اول ما حطيت الصينيه في الفرن حطيتها شغل فوق وتحت، الهواء بيديني فوق وتحت، يعني الفرن بيديني حراره فوق وتحت. لما بدات تشتغل وتعلى معايا تحت هيبقى ني، رحت مشغل من تحت. لما شغلت من تحت فعليت معايا فوق، عليت هتبقى بيضه من فوق. رحت مشغل من فوق دلوقتي زي ما انتم شايفين كده حضراتكم اهو، كده بدات تشتغل من فوق ومن تحت. لازم تاخد لون ذهبي كده. طيب الخرشوف ده حطيت له هنا من الاول ملح وفلفل من تحت، وادي من فوق. وخلي بالكم هو بس ادخله الفرن يسخن، لاني مش مديله ولا بشاميل ولا مديله جبنه موزاريلا زي ما كنا بنحط. لا، احنا بنعمل حاجات جديده وفاني، يعني حاجات رايقه كده من غير ترابل ميكر. يعني ايه، اشيل بقى كل حاجه من هنا عشان نروق نفسينا.
اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. يخش السرباندا. يعني ايه السرباندا؟ يعني الشواية بالبلدي اللي هي من فوق تديله شوية بس لون، لكن هو كده طعمه ان شاء الله زي الفل كده اهو. ما بحبش اللحمة المعصجة تبقى طف قوي وناشفة، انا عايز تبقى جوسي، تبقى جوسي، لان انا هحطه على الخليط نفسه اللي عندي اللي هيفضل، هحطه في الطبق يبقى من فوق ومن تحت الجوز بتاعه. بنصلي على النبي. العجة دي اللي في الفرن هيبقى معاها شوية عيش محمص. ايه رأيك كده يا عمي؟ ايه رأيك كده في الحلاوة دي؟ ارفعها فوق شوية. بصوا كده بطمئن ان هي شغالة زي الفل. هروح جايب على الاتنين واستنى كده عليها براحتنا لغاية ما اخلص الحلقة بتاعتي كده. ست نورة. ايوه. سلام عليكم. عليكم السلام. حضرتك في نعمة والله يا ست نورة. ازيك؟ اول حضرتك ايه؟ الحمد لله يا بابا والله. انا معجبة باكلك جدا جدا جدا. صباح الهنا على عيون حضرتك يا ست الكل. وبابا بيتفرج على حضرتك وابني الصغير بيسمع الموسيقى بيسكت. صباح الفل على عيون حضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك. بقول لحضرتك عايزة بس اعرف الشاورما. الايه يا فندم؟ شاورمة الفراخ. قول لي يا ما عايز ايه يا حبيبي. حاضر يا فندم. ورقة ولا مكتبي معايا. عندي يا جماعة علبة الزبادي، معلقة كركم، معلقة كبيرة توم، معلقتين زيت زيتون، بصلاية، طماطماية، ملح وفلفل، شوية زعتر، شوية بهارات، ملح وفلفل وشوية زعتر وشوية بهارات، كل دوت بضربه في الخلاط. بعد ما اضربه في الخلاط اروح جاي، اللهم صل على حضرتك، انا عايز طبق يكون حلو، اروح متبل فيها اللحمه بتاعتي اللي هي الفراخ، بطلعها بقطعها شرايح وبتبلها. قطعتها شرايح وتبلتها. يكون عندك طاسه على النار سخنه جدا سخنه جدا، يكون عندي بصل جوليان وطماطم جوليان وفلفل جوليان. بعمل ايه الاول؟ بنزل باللحمه بتاعتي اللي هي لحمه الفراخ بعد ما تبلتها على الطاسه اللي هي حاميه جدا، بحبه زيت زيتون، بحبه زيت زيتون، بشمطها كده من غير ما تجيب ميتها، اكون حريص دايما عشان ما تجيبش ميتها. بعد كده بروح نازل زي ما انتم شايفين حضراتكم كده اهو. نبي عربي. صلي على حضرة النبي.
عايز اشكر مخرجنا الكبير عم شريف، وبشكر كل الكاست اللي معايا، كل زمايلي، وبشكركم على حسن تابعتكم.